التطورات الأخيرة جاءت نتيجة لقمة سوتشي الأخيرة التي حصلت بين أردوغان وبوتين، وسابقا كانت قمة طهران. الفشل الذي حصل في قمة طهران، والجميع توقع أن هذه القمة لم تأتي بنتائج حقيقية مرجوة على الأرض أو حتى سياسيا، لكن ما ظهر بعد قمة سوتشي أن هناك تفاهمات حصلت ما بين روسيا وتركيا بخصوص الملف السوري ببعض النقاط وبعض الملفات، منها ملف التقارب التركي السوري وملفات أخرى حصلت في المنطقة. ربما حصلت هناك بعض التفاهمات الغير معلنة. ما ظهر لنا الإعلان هو انقلاب نوعا ما بطريقة التعامل للقيادة التركية مع الملف السوري ومع النظام السوري بشكل خاص كنظام. الدور التي تلعبه تركيا حاليا في المنطقة هو دور مهم وكبير سياسيا، من حيث أن تركيا حاليا تلعب دور الوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا، تلعب دور الوسيط ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين روسيا، ما بين أمريكا وما بين روسيا. إذن تركيا تحاول أن تأخذ دور في المنطقة بشكل عام. حاولت في الملف السوري المقايضة ببعض النقاط وبعض الأمور التي تخص الأمن التركي بشكل خاص، وبين دورها في الوساطة ما بين أوكرانيا وبين روسيا. روسيا ربما قد قدمت صفقات اقتصادية ضخمة لتركيا، نظرا أن الوضع الاقتصادي لتركيا حاليا وضع سيء جدا. يعني الليرة التركية حاليا هي أدنى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاما في الفترة التي تم تحويل الليرة التركية، ومن ثم بالوضع الداخلي لتركيا سيء جدا. سياسيا دوليا هي الوضع الأفضل، ولكن داخليا هناك انعكاس يعني ما بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. تركيا بالوضع الداخلي هو أسوأ الأحوال وأسوأ الأوضاع بالنسبة للحكومة، أنا أتكلم على كدولة ولكن كالحكومة التركية.